الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن رحمته بنا أنه دار لنا أبواب ومواسم للخير هذا الضيف وهذا الزائر كيف ينبغي أن نستقبله؟ يعني إلا جينا باش نذكروا فضائل ديال الصيام، ماشي ديال رمضان، ديال الصيام، عبادة الصيام وحدها في رمضان لا طالبنا الحديث. شرفه بأن أضافه إلى نفسه، مدرسة في الإخلاص، أنه يشفع لصاحبه مع القرآن لا مثل له في الأجر وفي الثواب، جنة ووقاية للعبد، يحصل التقوى اللي هي سبب الفلاح، خص لأهله بابا في الجنة لكان كافيا في فضله، كان يصومه إلا قليلا. هي اللي تنقول احنا بالشلحة، الزط تغليص الذنوب والمعاصي التي نغفل عنها كثيرا، ذنوب القلوب مخفية في القلب، أمراض القلوب، الكبر والحسد والغل والحقد وسوء الظن وما إلى ذلك من أمراض القلوب الخفية والتي ابتلي بها الكثير منا. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا. لابد أن تقوم أنت، أن تسير إلى الله، وهو سيوفقك إن شاء الله وسيعينك وسيسددك وسيأخذ بيدك. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارنا الله وإياكم منها جميعا. ثم أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما يسر ووفق لهذا اللقاء، ونسأله جل في علاه أن يجعله لقاء خالصا لوجهه الكريم وأن يكون لقاء طيبا نافعا مباركا إن شاء الله. ثم نرحب بالإخوة الفضلاء الكرام في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخر لهم الأجر والمثوبة وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذا المجلس أيها الفضلاء الكرام سنتحدث عن مناسبة كريمة تظلنا في هذه الأيام، ألا وهي قدوم ضيف عزيز كريم علينا، ألا وهو شهر رمضان المبارك. هذا الزائر الكريم والضيف العزيز ينبغي أن نتحدث عنه ونذكر أنفسنا وإخواننا بشيء مما لهذا الضيف من الحق علينا، فإن الإنسان إذا نزل به ضيف
أو أراد أن ينزل عليه ضيف فإنه يستعد له ويتهيأ له، وهذا من الإكرام الذي أمر الله سبحانه وتعالى، إكرام الضيف. ولا شك أيها الفضلاء أن هذا الضيف هو ضيف غال جدا، ويحمل معه من الخيرات ومن البركات الشيء الكثير، فلذلك يتوجب علينا أن نستعد له. وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع لابد أن نذكر مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الباب، وهي أن الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن رحمته بعباده أن هيأ لهم مواسم للخير وأبواب للرحمات والنفحات، وأمرهم أن يتعرضوا لهذه النفحات وأن يستغلوا هذه المواسم حتى يفلحوا ويفوزوا بما فيها من الخيرات ومن الرحمات. وقد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله نفحات، إن لله على عباده نفحات من رحمته، أو قال: تعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وصلوا الله العفو والعافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وفي بعض زيادة الرواية هذا الحديث رواية فيها: لعلكم أن تصيبكم نفحة من نفحاته فلا تشقوا بعدها أبدا. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كينبهنا فيه لواحد المسألة مهمة جدا، وهي أن الله سبحانه وتعالى من لطفه ومن رحمته بنا أنه دار لنا أبواب ومواسم للخير وصفقات ينبغي أن نستغلها وأن نستثمرها، بحال الصفقات ديال الدنيا. أهل الدنيا الآن كنلقاهم كي ينتهزوا هذه الفرص وهذه الصفقات اللي كتكون هي عابرة مواسم ديال الربح باش يستغلوها ويستثمروها أكثر. فالله سبحانه وتعالى دار لنا هذه المواسم ديال الخير ومواسم ديال الرحمات، فالعاقل واللبيب هو الذي يحرص على استغلال هذه المواسم، وهي كثيرة بحمد الله. منها ما يكون مواسم سنوية بحال هذا الشهر مثلا، شهر رمضان المبارك، كذلك الحج والعمرة مثلا. منها ما يكون موسم في كل مرة في كل عام مثلا بحال عرفة كما قلنا، ولا الحج والعمرة ورمضان ليلة القدر. منها ما يكون كل أسبوع مثلا كيوم الجمعة. منها ما يكون كل يوم مثل الصلوات الخمس مثلا، السحر آخر ثلث الآخر من الليل، دبر الصلوات، وهكذا. فهذه المواسم الكثيرة التي جعل الله سبحانه وتعالى العاقل واللبيب يحاول دائما ويحرص دائما باش يستغلها باش يربح فيها أكثر وأكثر، لأنها مواسم للتجارة مع الله سبحانه وتعالى. ورمضان هو موسم عظيم من مواسم الخير، ويتميز عن
كثير من مواسم الخير والبركة بطوله أو بساعته واتساع مدته، فيه شهر كامل، فهو مدرسة كاملة متكاملة. ثم إنه يحمل في طياته من الخيرات والبركات الشيء العظيم الذي لا يمكن للعبد أن يجده في غير رمضان. قد جمع الله فيه من العبادات ومن الطاعات ما لا يوجد في غيره من المواسم، فيه الصيام، فيه قراءة القرآن، فيه القيام، فيه الذكر، فيه العمرة، فيه عبادات كثيرة جدا. أضف إلى ما في جعل الله فيه من الفضائل والخيرات لمن استثمره واستغله، يعني رمضان فيه خيرات كثيرة لا تعد ولا تحصى. يعني إذا أردنا أن نستقصي فضائل ديال الصيام وديال هذا الشهر، لا يكفينا مجلس واحد ولا مجالس متعددة، يعني لا بد أن يطول الحديث في هذا الباب حتى نأتي على شيء من فضائل هذا الشهر. لو لم يكن لرمضان إلا أن الله أنزل فيه القرآن كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكان كافيا. لو لم يكن لرمضان إلا أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر لكان كافيا. لو لم يكن لرمضان إلا أن الله يعتق فيه في كل ليلة عتقاء من النار لكان كافيا. وهكذا في فضائل كثيرة. ثم كذلك الصيام الذي جعل الله في هذا الشهر له من الفضائل ومن الخيرات ومن البركات ما لا يعلم حده وحصره إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إلا جينا باش نذكروا فضائل ديال الصيام، ماشي ديال رمضان، ديال الصيام، عبادة الصيام وحدها في رمضان لا طال بنا الحديث. لو لم يكن في الصيام إلا أن الله سبحانه وتعالى شرفه بأن أضافه إلى نفسه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه. الصيام نسبه الله عز وجل إلى نفسه، وهذا شرف، وأي شرف للصيام. يكفي الصيام شرفا كما قال غير واحد من أهل العلم أن الله نسبه إلى نفسه، وهو الذي تولى جزاء أهله. لو لم يكن للصيام كذلك إلا أنه يشفع لصاحبه مع القرآن، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة لكان كافيا. لو لم يكن للصيام إلا أنه مدرسة في الإخلاص، مدرسة عظيمة وجليلة في تعلم الإخلاص والتربية على الإخلاص لكان كافيا. الصوم لي وأنا أجزي به كما قال العلماء، هذا فيه دليل على أن الصيام لا رياء فيه، لا يكون فيه رياء كما قال الإمام أحمد، لأنه عبادة ما كيطلع عليها حتى واحد إلا الله سبحانه وتعالى. حتى واحد ما كيعرف واش الإنسان صائم إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يرائي بالصلاة بالزكاة بالحج بأعمال كثيرة، لكن الصيام يصعب الرياء فيه إلا أن يتكلفه الإنسان، يتكلف هذا الرياء أن يقول أنا صائم. أما مجرد الصيام لا يمكن للإنسان أن يرائي به، يمكنش الإنسان يوقع فيه في الرياء، بخلاف الصلاة يرائي بها الإنسان في قيامه بها، يرائي بها بالزكاة في الحج، الصدقة، في أي عمل من الأعمال، في قراءة القرآن. لكن الصيام لا يمكن أن يرائي به الإنسان إلا إذا تكلف ذلك وأفصح عنه بلسانه. لو لم يكن في الصيام كذلك إلا أنه لا مثل له في الأجر وفي الثواب، لا يعلم مقدار الأجر والثواب في الصيام إلا الله سبحانه وتعالى،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا مصداق الحديث القدسي اللي ذكرنا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له، أي معلوم أجره وثوابه. إلا الصوم فإنه لا يعلم مقدار أجره وثوابه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت عبادة خفية، عبادة خفية ليس فيها فعل، إنما هي ترك. العبادة ديال الصيام ماشي فعل كيعمل الإنسان شي حاجة، إنما هي ترك للمحبوبات والشهوات. لو لم يكن في الصيام كذلك إلا أنه جنة ووقاية للعبد، وقاية له من الشهوات والمحرمات، وقاية له من الآفات، وقاية له من الذنوب والمعاصي، وقاية له من النار. الصيام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقاية له من الشيطان من عدوه، لأن الإنسان من يكون صائم تكون فيه يحتاج إلى أن يتسلح، فالصيام يكون وقاية له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام جنة، كما يستجن أحدكم عند قتاله، وكما قال عليه الصلاة والسلام الإنسان من يكون في القتال يحتاج إلى جنة، جنة بمعنى درع ووقاية، يتقي بها السيوف والسهام وما إلى ذلك. فالصيام جنة ووقاية. لو لم يكن في الصيام إلا أنه يحصل التقوى اللي هي سبب الفلاح والفوز، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني التقوى اللي هي خير لباس، التقوى التي هي سبب الانتفاع بالقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فلا ينتفع بالقرآن إلا من اتصف بالتقوى، والصيام هو اللي كيعطي هذا التقوى، هو اللي يثمر هذه التقوى. لو لم يكن في الصيام إلا أن الله خص لأهله بابا في الجنة لكان كافيا في فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الريان للصائمين، إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. باب خصه الله تبارك وتعالى لأهل الصيام. وهكذا أيها الإخوة في فضائل كثيرة ويعني مميزات عظيمة للصيام، لا يمكن كما قلت أن نحصيها وأن نعدها، لكن أشرت إليها فقط لأبين مكانة ومنزلة هذا الضيف الذي نستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أيام قليلة ومعدودة. فيا ترى هذا الضيف وهذا الزائر كيف ينبغي أن نستقبله، وكيف ينبغي أن نستعد له؟ هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي أن نجيب عليه، وأن نحرص ونعمل على التحقق به، وخاصة في هذا الشهر المبارك، أو في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر شعبان، والذي هو بوابة رمضان، بل كان السلف يستعدون لهذا الضيف قبل شعبان، كانوا يستعدون لرمضان قبل شعبان وليس في شعبان. احنا راه ما كيطيح لنا رمضان إلا ذكرناه حتى تيجي شعبان، عاد كنقول قريب رمضان، ما بقى ليه والو، عاد بدينا تنحسبوا باقي ليه 20 يوم 25 يوم 15 يوم كان. لكن السلف كانوا يستعدون لرمضان ويدعون الله أن يبلغهم رمضان قبل رمضان بستة أشهر، فإذا مر رمضان وصاموه سألوا الله أن يتقبله منهم ستة أشهر. وقال بعضهم، قال: رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار.
يعني هكذا كان فقه السلف، فقه ديال السلف كيف كان. والفرق بيننا وبينهم كانوا كيعتبروا رمضان ماشي هو رمضان يعني الذي هو جني الثمار واستثماره كما قلنا موسم الخير والبركة والرحمة، كانوا كيوجدوا ليه قبل من رجب داكشي اللي بغاو يعني يستثمروه ويقطفوه في رمضان من الخيرات ومن البركات كيوجدوا ليه من رجب. يغرسون في رجب ويسقون في شعبان ليستثمروا في رمضان أو ليأخذوا الثمرة في رمضان. فماذا نقول لمن بقي حتى دخل رمضان ثم أراد أن يجني الثمار؟ هي اللي تنقولوا احنا بالشلحة، الزط تغليت ست. هو ذاك الإنسان اللي غرسه بغى ديك الساعة يغرس هاوي يطلع يشد يأخذ الثمرة، يعني ديك الساعة في اللحظة اللي غرس فيها بغى يجني الثمرة. وهذا شيء هو الواقع، هذا هو الواقع ديال الكثير منا مع الأسف الشديد. تنبقاو حتى كندخل رمضان عاد كنقولوا كيفاش نستغلوا رمضان، فيكون الأمر قد فات، يعني قضية راه داز عليك الوقت. إلا بغيتي تستثمر رمضان وبقيتي تدخل رمضان راه مشى عليك الوقت، راه بحال كيما هذاك اللي قلنا اللي غرس الغرس وبغى ديك الساعة يقطف الثمرة. فالغرس ينبغي أن تعطيه مهلة، تعطي واحد المهلة باش ينبت وتعتني به عاد باش يعطيك هو الثمرة. فكذلك رمضان لابد أن تغرس غرسه قبله بكثير بمدة، وإحنا على الأقل بقي لنا شي أيام، فعلى الأقل أيها الإخوان نستدرك ما فات هذه الأيام المباركة اللي بقات في هذا الشهر، نحاول نستدركها إن شاء الله في الاستعداد والغرس لرمضان. والنزري ومن أمد ومن زو هنا مزوز للتنين الشلحيت، يعني اللي فاتوا الحرط بكري الحرط الأولاني اللي هو اللي تسموها الشلوحة من زو يعني يستدرك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أو أراد شكورا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار يخلف بعضها بعضا ليستدرك الإنسان، ليستدرك ما فاته كما قال الحسن. من فاته يعني شيء بالنهار استدركه بالليل، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار. إذن أهم حاجة هي هذه المسألة اللي قلنا، نحاول ما أمكن نستدرك ما فات من خلال هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر اللي هو شعبان، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغله لهذه القضية بالخصوص. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وكما في حديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، فسأله أسامة: إن لنراك تصوم في شعبان أكثر ما تصوم مما تصوم في غيره. فقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ما صام رمضان، ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وما رأيته صام أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، كان يصومه إلا قليلا. وهذا منه عليه الصلاة والسلام عناية واهتمام واستغلال الفرصة كما قلنا للتهيؤ لرمضان. وهذه القضية اللي هي التهيؤ لرمضان لا تخص رمضان فقط، الاستعداد للعمل وللطاعة والعبادة مش يخص غير برمضان، وإنما هو أمر ينبغي أن نحرص عليه ونعتني به أيها الإخوة في جميع الأعمال، جميع العبادات وفي جميع الأعمال اللي كنقوم بها خصنا نعتني بقضية الاستعداد، استعداد لواجب الوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله، الاستعداد لواجب الوقت.
إذا أقبل عليك واجب، سواء كان صياما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو أي واجب من الواجبات أو عبادة من العبادات، فينبغي أن تتهيأ لها قبل ذلك حتى تنتفع بها. إلا بغيتي تنتفع بهذيك العبادة وبذاك العمل، خصك تهيئ ليه وتستعد ليه من قبل، ماشي تجي تدخل هذاك العمل على فجأة، على فجأة هكذا دون تهيئ ودون استعداد، فإن هذا يدل على عدم تعظيم العمل. عدم الاستعداد كيدل على أنك ما كتعظمش هذا العمل وما كتعتنيش به وما عندوش قيمة عندك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآيات جاءت في السياق ديال الحديث عن المنافقين اللي كانوا كيعتذروا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج معه في الجهاد. ملي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالخروج اعتذروا وبداوا تجيبوا الأعذار الواهية، ففضح الله سرائرهم وبين حقائقهم فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فطبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني يكون باغين يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزو غادي يستعدوا من قبل، غادي يتهيئوا، غادي يوجدوا كما كيوجدوا المسائل الأخرى كما قلنا أصحاب الدنيا. والشلوح تيقولوا في واحد المثال، تيقولوا حتى بالدارجة بالعربي، يعني يفلس الليران السوق أثناء الكرفن ضيض، هذاك اللي باغي يبيع الدجاج بالليل امتى كيكتفوا؟ عفوا بالنهار تيكتفوا بالليل، يعني على تي ساعة تتلقاه مكتف الدجاج ودايروا في الخنشة يعني موجدوا باش ينوضوا يمشي للسوق، ماشي غادي يبقى طال الصباح ويبقى يجري على الدجاج. فهذا الواقع أننا نحن ندخل على العمل دون تهيئ واستعداد، فلا نعظم هذا العمل ولا نستثمره ولا ننتفع به كثيرا. ولذلك قال بعض السلف: من لم يتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها لم يكن معظما لها. الذي لم يتهيأ للصلاة قبل أن تدخل يبقى تكي يسمع الأذان هاد كيجري ويتوضاوي، هذا غير معظم للصلاة. كان أحد الصحابة لعله حاتم، عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: ما جاء وقت صلاة أو ما دخل وقت صلاة إلا وأنا لها بالأشواق. كان يشتاق إلى الصلاة وينتظر بشوق كيتسنم تغير يدخل الصلاة وقت الصلاة. وقال بعض السلف: يعني لا تكون كالعبد الآبق الذي لا يجيب إلا بعدما ينادى عليه، يعني ما كيستجب حتى كيعيط ليه المولى عاد كيجي يقول نعم سيدي. لا، العبد المطيع هو الذي يكون حاضرا عند سيده في كل وقت ومستعد للإئتمار بأوامره، يكون راه الإشارة اللي تنقله مجد، ماشي ديما مشغول تاتا يعيط ليه السيد ديالو عاد كيجي يجري شنو النعماس وكذا. لا، وهذا الواقع ديالنا حنا إلا من رحم الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا. إنسان كثير منا لا يأتي الصلاة إلا في آخر الوقت، إلا بعد دخول وقتها، إن لم يكن إلا بعد تكبيرة الإحرام، إن لم يكن إلا يعني يكون آخر من يلتحق بالصلاة، ديما مسبوق ديما فاتوا ركعة ولا جوج ركعات في المسجد، إلا من رحم الله بطبيعة الحال. إذن أيها الإخوة، لا بد من الاستعداد لواجب الوقت. هذه المسألة خصنا نتربوا عليها، أننا خصنا نستعد الواجبات والطاعات والعبادات والأعمال الصالحة قبل دخول وقتها
حتى ننتفع بها كما نفعل في أمور الدنيا. الإنسان كيتهيئ وكيستعد على تيسع. ثم أمر آخر مهم جدا بالنسبة لهذا الضيف الكريم الذي نستقبله، وهو الفرح والسرور بقدومه، فإن هذا من العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أن نفرح ونستبشر ونصر بقدوم هذا الشهر، وأن يظهر علينا هذا الفرح، لأن هذا الفرح وهذا السرور دليل على تعظيم شعائر الله وتعظيم هذا الضيف. حال دابا شي واحد جاي عندك، شي ضيف وعزيز عليك، كتفرح كتبقى تتصل به، فين وصلتي، امتى غادي، فين غادي، امتى غتنزل الشركة بدي وكذا، يعني تتبقى كتسول على القدوم ديالو بشكل كبير جدا وباهتمام، لأنه يعني تتسنى غير امتى ينزل عندك وامتى يوصلك. هذا دليل على محبتك لهذا الضيف. أما إلا كان الإنسان على خلاف ذلك والعياذ بالله، فهذا يدل على أنه لا يعظم هذا الضيف ولا يحب قدومه. فالمؤمن ينبغي أن يفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن يفرح الإنسان بالصيام، يفرح بالقرآن، يفرح بدخول الصلاة، يفرح بحفظه للقرآن، يفرح بحضوره لمجالس العلم، يفرح إذا يعني قدم على بيت الله سبحانه وتعالى، يفرح إذا تصدق، يفرح إذا أعان أخا له، يفرح إذا زار رحما له، وهكذا يفرح بهذه الطاعات ويصر. وهذا من دلائل زيادة، من دلائل إيمان وقوته في القلب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال الله سبحانه وتعالى، يستبشرون بفضل من الله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني المؤمن يستبشر بفضل الله وبرحمة الله بعكس المنافقين الذين إذا نزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يستبشر والآخر يشمئز ويضيق صدره إذا سمع بقدوم الطاعة والعبادة. وهذا ما يقع الكثير من الناس مع الأسف الشديد، خاصة مع هذا الضيف اللي هو رمضان، يقول مشكلة تاني غيجي رمضان والصيام وسميتو البرنامج غيتغير وكيتمنى غير امتى غادي يدوز، وتيبقى يحسب ليه يعني بالدقائق وامتى غير غادي يأذن الأذان، ويتمنى كما قال بعضهم ألا ليت الشهر، ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره كالسحاب، ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره كالسحاب، أو كما قال. كي هذا يعني لسان حال المنافقين والفجار والذين لا يتضايقون برمضان، يتمنون أن يكون هذا الشهر كله ليلا ليأكل ويشرب ويتمتع. ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب، وأن يمر نهاره مر السحاب يعني مر أن يمر سريعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 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 من شهر، أو قال ما قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قال ما من شهر خير للمسلم من رمضان، أو ما دخل على المسلم خير من شهر رمضان،
أو ما أتى المسلم خير ما أتى على المؤمنين خير من رمضان، وذلك لما يعد فيه أهل الإيمان من التفرغ للعبادة. يعني أعظم شيء يدخل على المؤمنين وعلى أهل الإيمان هو هذا الشهر، لما يكون فيه من التفرغ للعبادة والطاعة. وما أتى على المنافقين وعلى الفجار شهر شر لهم من رمضان، لما يغتنمون فيه من انشغال المؤمنين وتتبع عوراتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعني معنى الحديث هذا. فخير شهر للمؤمن هو شهر الصيام، شهر رمضان. ولذلك لو كان المسلمون يعلمون ما في رمضان من الخير والبركة والرحمة والفضل لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، نتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان، لأن الصيام ما فيش ماشي حرمان يحرمك أو يمنعك عن الشهوات والطيبات، لا بالعكس، وراها شهر الجود والكرم والخير والبركة والصحة والعافية، جمع الله فيه خير الدنيا والآخرة، يعني حتى خير الدنيا يوجد في الصيام، حتى من ناحية الصحية والناحية الجسدية راه الصيام كله خير وكله بركة، أن حتى الجسم كيرتاح في رمضان، وهذا باتفاق الأطباء وأهل العلم، يعني من أهل الدنيا كلهم يقولون بأن الصيام كله صحة وكله بركة. بل الآن أصبح الصيام معتمد في الغرب، يعني عندهم الصيام الصحي، ما يسمى بالصيام الصحي أو بالصيام المتقطع اللي يسميه الأطباء، كيعالجوا به كثير من الأمراض المزمنة، أنه كله خير. فالشاهد أيها الإخوة أن الفرح والسرور بقدوم هذا الشهر أمر مهم جدا، ينبغي أن نظهر هذا الفرح وهذا السرور، وأن نحمد الله سبحانه وتعالى على بلوغ هذا الشهر. إذن هذه توطئة ومقدمة بين يدي هذا الموضوع، ذكرتها باش تكون إن شاء الله مدرج وباب ندخل منه ونزلف منه إلى بعض التوصيات وبعض النقاط والإضاءات التي نتهيأ بها لهذا لاستقبال هذا الضيف الكريم. يعني كاين شي أمور لابد نحرصوا عليها باش نتهيئوا بها ونستعدوا بها للقاء هذا الضيف وإكرام نزله وقراه، باش نكرموا هذا الضيف حتى نفوز ونستثمر الخيرات والرحمات التي جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. أول شيء نتهيأ به ونستعد به لاستقبال هذا الضيف هو المبادرة إلى التوبة، مبادرة إلى التوبة، أن نجدد التوبة وأن نصحح التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم ما نستعد به لهذا الشهر. لماذا؟ لأن هذا الشهر لا يمكن أن ينتفع به وأن يستثمره إلا من تخلص من الرواسب ومن الأوساخ التي تعلقت به خلال العام، فهو مدرسة تربوية فيها تزكية للنفس، وهذه التزكية لا تحصل إلا بعد التخلية، كما كنقولوا دائما تخلية قبل تحلية، يعني لا بد من تخلية النفس وتطهيرها وتنظيفها واستفراغ، استفراغ يدير الإنسان واحد العملية ديال الاستفراغ، الفيدونج اللي تنقولوا، يعني خص ينقي هاد النفس من هادوك الرواسب اللي ترصبات فيها، باش ملي يدخل رمضان يلقى المحل مهيأ، يلقى القلب نقي ويلقى النفس مطواعة تستجيب وتتأطر بالقرآن بالصيام بالذكر. لكن إلا كانت النفس باقي على حالها
بقي على أدناسها وعلى أرجاسها وعلى نجاستها، كيف يمكن أن تستفيد وأن تنتفع بالصيام؟ وهذا بالحقيقة في جميع الأعمال، ولكن بالخصوص في الصيام. الصيام لأنه يحتاج لواحد العملية ديال التخلية، واحد العملية ديال التطهير جد عميقة في النفس. لابد الإنسان يقوم بهذه العملية قبل رمضان، ماشي تيدخل رمضان عادي بدا الإنسان كيحاول يتخلص من هذوك الرواسب ودوك العلاقات ودوك الأمور التي يعلم أنها تنافي. ومن الشائع مع الناس العوام في قضية مثلا بحال الخمر، يقول لك خصك تخليها، تيقولوا لي يعني مبلي بها خصو يخليها ب 40 يوم قبل رمضان، ما خصوش يشرب الخمر 40 يوم، زعما راه باش كيوجد لرمضان خصو يتهيأ، باش قال لك ما يبقاش الآثار ديال هذيك الخمر في الجسد بعد دخول رمضان. وهذا عنده علاقة مع هذا الموضوع، ولكن من الناحية الشرعية ما فالله حرم الخمر على طول العام، ماشي ما عندهاش علاقة لا ب 40 يوم ولا ب 30 يوم ولا، خص اللي بغى يخلي الخمر يخليها لله عز وجل طاعة لله، وليعلم أن 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 أنه إذا بقي مصرا على شربها ويعزم على المعاودة شربها بعد رمضان راه بحال إلا نيت ما تركها، بحال إلا بقى شربها في رمضان وفي غير رمضان. إذا قضية التوبة يعني ينبغي كما قلت أن تكون توبة عميقة وجدرية للنفس، يعني الإنسان يحاول يستخرج كاع دوك الآفات ودوك المصائب ودوك العلاقات اللي عنده حتى ينتفع برمضان ويستثمره إن شاء الله عز وجل، لأن رمضان هو شهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الرحمة والعتق من النار. ورمضان سمي رمضان كما قال القرطبي وغيره لأنه يحرق الذنوب، يحرق الذنوب ويمحوها، ولكن لابد كما قلنا أن يتهيأ المسلم لذلك بمدة، ما يبقاش تيدخل رمضان عادي بدي يبغي سميته، فيستعد لرمضان بالتوبة من كثير من الذنوب ومن كثير من الأعمال التي ابتلي بها. ومن أخطر هذه الذنوب التي لا نلتفت إليها هي تضييع الأوقات، تضييع الأوقات. خلي المعاصي الواضحة الزنا والخمر والعلاقات المحرمة والاستماع للغناء ومشاهدة المحرمات، هذه كلها راه باينة واضحة لا نقاش فيها، لكن كاين شي معاصي وشي ذنوب قليل اللي كينتبه لهم، بحال تضييع الأوقات، بحال تضييع الفضائل والفرص كما اللي قلنا. يعني الانسان كيضيع واحد المجموعه ديال الفضائل الاعمال بامور اللي هي اقل منها تنشغل بها، وكيتصحب بانه الانسان راه ماشي مشكل ماشي في المصير، يقدر الانسان يكون في مباح ولكن في الحقيقه راه ترك ما هو افضل، او ينشغل بعباده هي دون يعني بقليله الفائده ويترك ما هو اعظم منها وانفع واولى منها. مثل طلب العلم، إنسان ينشغل عن طلب العلم بالنوافل مثلا، مع أن النوافل عبادة، ولكن الإنسان من اللي ينشغل بالنافلة عن طلب العلم الواجب خاصة يعني النصيب الواجب على الإنسان، فعلاش كان هذا تقصير وتفريط، بل قد يكون معصية إذا ترك تعلم الواجب عليه ومشى ينشغل بالنوافل من العبادات، ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون في بعض الأحيان واجبة ومقدمة على النوافل من الصلوات وغير ذلك. فهذه المسألة تحتاج باش الإنسان يدير واحد الجرد لهذاك الأعمال اللي كيدير والمسائل اللي تيعملها، ويشوف المسائل اللي هي موافقة للشرع يحمد الله سبحانه وتعالى عليها فيتابع ويزيد منها، وما وجد من تقصير أو تفريط أو ترك يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الأحسن إنسان يدير إلا بغي يكون إنسان عملي يدير واحد اللائحة يدير مجموعة من الذنوب يحاول ما أمكن يتخلص منها قبل دخول رمضان، يدير هذه وهذه 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 ويدير لهم الأرقام ويسطرهم في شي ورقة ويحاول ما أمكن يتخلص منهم قبل دخول رمضان.
فإن هذا من المسائل التي ينبغي أن نتهيأ بها لرمضان. ومن أخطر أيضا هذه الذنوب والمعاصي التي نغفل عنها كثيرا ذنوب القلوب، ذنوب القلوب، ذنوب اللي هي الذنوب مخفية في القلب، أمراض القلوب التي تحدثنا عنها غير ما مرة، كالكبر والحسد والغل والحقد وسوء الظن وما إلى ذلك من أمراض القلوب الخفية والتي ابتلي بها الكثير منا. فأحسن فرصة الإنسان يتخلص منها في هذا الشهر هذا إن شاء الله قبل ما يدخل رمضان. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف تستقبلون رمضان، فقال ما كان يجرؤ أحدنا، أي الصحابة، ما كان يجرؤ أحدنا أن يستقبل الهلال وفي قلبه حقد على أخيه، ما كان يجرؤ أحدنا أن يستقبل الهلال وفي قلبه حقد على أحد. هكذا كانوا الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يتجردون ويتخلصون من هذه الأدواء ومن هذه الأمراض قبل رمضان، خاصة يعني أمراض القلوب كما قلت، حقد وحسد وكبر، وهي المهلكة لكثير من الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سماهاش الحالقة، سماها الحالقة أنها تحلق الدين. فينبغي للمسلم أن يحرص على التخلص وأن يعمل على التخلص منها في هذا الشهر قبل دخول رمضان. قلت وكذلك من الأمور الخفية على كثير من الناس والتي ينبغي التوبة منها قبل رمضان العجز والكسل، فهي من الأمراض والأدواء التي تعتري الكثير منا، كثير منا مصاب بهذه القضية ديال العجز والكسل خاصة في الإقبال على الطاعة والعبادة، ويظهر أثر ذلك في رمضان. إنسان إلا ما تخلص من هذه الآفة تدخل رمضان وتلقاها بقي متلبس بها يظهر الأثر، فتلقى الإنسان يعني مرخي وطلوق، ليس عنده نشاط في كثير من الأعمال، قد يكون بعض الحماس في البداية لكن سرعان ما يذهب هذا الحماس ويعود إلى الأصل، لأنه بقي ذاك المرض اللي هو العجز والكسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ من العجز والكسل في دعائه عليه الصلاة والسلام، أنه سبب كل شر. الإنسان ينبغي أن يكون قويا في الطاعة وفي العبادة، أن يأخذ دين الله سبحانه وتعالى بقوة وبيقين، وأن يعلم أن النفس دائما تميل إلى الدعاء وإلى الراحة وإلى الخمول والكسال والترخي في العبادات، فينبغي أن يلجمها بلجام التقوى ولجام الخوف. وهذا يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى أن يعني يتخلص الإنسان من هذا المرض، يحتاج إلى تربية ومجاهدة حتى تستجيب النفس وتتمرن على الإقبال والأخذ بقوة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول اللي هو التوبة. الأمر الثاني الذي نستعد به لاستقبال هذا الضيف وهو التفقه في أحكامه. خصنا نعرفوا هذا الضيف شنو هي الأحكام والفقه ديالو، نعرفوا الفقه ديال الصيام على الأقل ولو من حيث الإجمال، المسائل اللي كنتعرضوا لها في رمضان ويكثر السؤال عنها كل مرة وكل عام. الإنسان يتفقه في هذه المسائل قبل ما يجي رمضان، بحال كما قلنا ضيف غادي يجي عندك، من الضيافة ومن الإكرام لهذا الضيف أن تعلم ما يحب وما يشتهي من الطعام وما يشتهي من الشراب وما يشتهي من يعني الكلام ومن
غير ذلك من المسائل التي يحبها وتدخل عليه الفرح والسرور. كتحاول ما امكن باش تعرف انت كاع دوك المسائل اللي عزيزه عليه باش ديرها لي وتوجدها لي وتهيئها لي. فكذلك الصيام ايها الاخوه، الصيام نحتاج الى ان نتفقه في احكامه، فمن العيب ومن غير اللائق ان يدخل رمضان ونحن نجهل ابسط الاحكام في الصيام. تلقى الانسان ما عرفش ابسط الاحكام متعلقه بالصيام، تيبقى يسول عليها وكيوقع في شي اخطاء. و في بعض الأحيان كتكون هذه الأخطاء متكررة، دائما يسأل عليها الإنسان في كل رمضان تيبقى يسول عليها، واش هذه تبطل الصيام، واش هذه ما تبطل الصيام، واش هذه تفسد أو لا تفسد، واش هذه يجوز هكذا أو لا يجوز، يعني أمور يعني يمكن ها إيه يعني راه في خير لكن يأتي متأخرا بعدما يقع. فالله سبحانه وتعالى يعبد بالعلم، يعبد بالعلم، لابد للإنسان أن يتعلم دينه وأن يتعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الصيام ينبغي أن نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام راه عبادة توقيفية، يعني خصنا نتعلموا كيفاش نصوموا، ماشي المهم هو العادة تصوم بحال الناس ويقول لك راه كنصومو. ولذلك يقع الإنسان في كثير من الأمور التي قد تفسد عليه ليس الصيام ولكن الأجر. يقدر يكون الصيام ديالو مجزي، مجزي بمعنى هو كيصوم بالجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذا ما فائدة هذا الجوع والعطش إلا أنت غادي تبقى بالجوع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وما عندك حتى عندك والو في الأجر، ما الفائدة؟ وقال ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، يعني كتعذب راسك. علاش؟ لأن الإنسان ما متفقاش، ما كيسولش، ما كيتعلمش. سيعرف بأنه الصيام راه عنده آداب، عنده شروط، عنده أركان، عنده أمور اللي هي لابد يعرفها الإنسان. والحمد لله الأمور ميسرة الآن، كل شيء ميسر وكل شيء قريب، ممكن يسول يتصل، ممكن يقرا، ممكن يعني يبحث، ممكن كل واحد يعني وعلى حسب استطاعته. لكن باش يبقى الانسان جاهل هذا لا ينبغي، لان هذا تقصير وتفريط، لان الذي يعذر هو الذي لا يستطيع او لا يجد كيف يتعلم وكيف يسال وكيف من يسال مثلا. اما الانسان الحمد لله كل شيء ميسر له الان، كل شيء قريب، فما عذر أحدنا الآن؟ كانوا الناس كيسافروا مسافات طويلة باش يسألوا على واحد المسألة، يسافر من أجل مسألة واحدة ليسأل عنها، يسافر عن من أجلها شهرا كاملا. لكن الآن الحمد لله كل شيء ميسر وكل شيء وكل شيء قريب عند الإنسان، يعني وسائل متعددة باش يتعلم ويسقسي ويبحث تلقى الحمد لله ما يبحث عنه. إذن حتى لا نطيل، أيضا المسألة الثالثة التي نستعد بها للقاء هذا الشهر ضد الضيف هو أن نعزم ونعقد النية على استغلال هذا الشهر. دير واحد النية في قلبك وتعزم عليها وتعقد عليها، بمعنى ما فيهاش تردد، بأنك إن شاء الله تحاول أن تستغل كل هذا الشهر وأن تستفيد منه أكمل استفادة وأتم استفادة. وهذا لا يكون إلا دار الإنسان برنامج، يدير شي برنامج باش يعمر وقت رمضان، ماشي المهم راه صام وصافي وخدام وكينوض ويتحسحر وينعس حتى سميتو ويعاود يفيق ويمشي ويفطر صافي يقول راه داز رمضان الله يقبل صافي. لا، الإنسان يدير برنامج ويعرف بأن هذا الشهر شهر كما قلنا الخير والبركة والتجارة مع الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يستغل الفرص بحال كما قلنا ذاك التاجر اللي مشى لشي صفقة كيحاول ما أمكن كل دقيقة ما يضيعاش. لماذا؟ لأن شهر رمضان كما قال الله عز وجل أيام معدودات، معدودات، هذا من جموع القلة، من جموع القلة،
اللي كتدل على أنها قليلة جدا، سرعان ما تمر. فالعاقل لا ينبغي أن تمر عليه هذه الأيام المعدودة القليلة دون استغلال ودون أن ينتهز الفرصة فيها. إذن الإنسان يدير برنامج للصيام، للقرآن، للذكر، للدعوة، لطلب العلم، يعني أن يحاول ما أمكن أن يعمر جميع الأوقات في هذا الشهر، ويدير له برنامج كما قلنا مفصل، ويدير برنامج اللي على قدر التطبيق. لأنه يعني كاين اللي كيبالغ ثاني كيبقى يدير غير مسائل نظرية، كيمشي يحط غادي ندير ونفعله وما يدير حتى حاجة من داكشي. لا، يدير الإنسان شي حاجة اللي يعرف بأنه يقدر يديرها ويقوم بها إن شاء الله، ويحاول ما أمكن يعمل عليها. مثلا يدير برنامج لختم القرآن مرة ومرتين، يعني على الأقل أضعف الإيمان أن يختم القرآن مرة في رمضان، هذا أضعف الإيمان. يدير برنامج للذكر، برنامج لقراءة كتاب، مثلا يدير شي كتاب يقرأ في رمضان، إلا كان مجلس يتعلم فيه يدير لي برنامج. برنامج أيضا للصدقة، إذا وسع الله عليه يدير واحد البرنامج للصدقة وتوسع على الفقراء والمساكين، لأن هذا الشهر شهر الصدقة وتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين. يدير برنامج لصلة الرحيم، يعني يحاول ما أمكن الإنسان يعمر الوقت ديال رمضان، ما يخليش فيه شي حاجة اللي تسميتها فراغ، فراغ إلا ما لابد منه، يعني من راحة وأكل، يعني راه هذاك الشيء راه لابد منه، راه الإنسان ما تيفرط فيه. ولكن المسائل الأخرى خص يحاول ما أمكن يدير ليها برنامج باش ما تضيعش. إذن هذا أمر ثالث. الأمر الرابع هو التمرين والتدريب في هذه الأيام المتبقية من هذا الشهر استعدادا لهذا الضيف. تسخينات كيقولوا، دير تمارين تسخينية استعدادية لدخول هذا الشهر حتى لا يفاجئك الصيام كما يقع للكثير منا. تكي يدخل رمضان عاد كيبدأ الصيام، وهذا هو الفرض الواجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يكثر الصيام في شعبان لما جاء في الحديث أنه شهر الغفلة، ولأنه يحب أن يعمل أن يرفع عمله وهو صائم، ولأمر آخر وهو أن يستعد ويتهيأ للصيام، فيستعد الجسم وتستعد النفس والفكر يستعد للصيام. كيدخل الصيام والحمد لله أنت مستعد، يعني قد ألفت الصيام واعتدت على الصيام، ما بقيش كيجيك الصيام تقيل ويضرك راسك تتسنى غير متى يود المغرب، تجيك مسألة عادية الحمد لله، وكيولي الإنسان متفرغ ومنشغل بما هو أهم، بدل أن ينشغل بالوقت ومتى غادي يدوز الوقت ومتى غادي يود المغرب، كيحسب الدقائق، لا اليوم قل جوج دقائق، لا غدا راه نقص، البارح راه كذا، لا اليوم حار شويه، اليوم بارد شويه، اليوم كاين العطش، اليوم لا كاين الجوع. هذه مسائل يعني تافهه لا ينبغي للانسان ان ينشغل بها وان يضيع بها هذه الفرصه، يولي مشغول بالتفاهات وهذه الامور التي لا قيمه لها، يعني ينشغل بما ينتفع به كما قلنا في دينه. وهذا لا يكون إلا باعتياد الصيام، أن يكون معتادا للصيام فيدخل رمضان وقد اعتاد الصيام وأصبح أمرا طبيعيا عنده، يعني لا يجد فيه الحمد لله مشقة، يعني ولا يجد فيه تعبا، يعني تبقى منشغل الإنسان الحمد لله بالعبادة وبالطاعة وبالذكر وما إلى ذلك. إذن لابد من هذه التمارين التي فيها قوة الإرادة وفيها قوة العزيمة وفيها كما قلنا عدم الاستثقال الطاعة والعبادة، ما غاديش تجيه باقي ثقيلة. وأيضا يتمرن على ليس الصيام فقط، إنما يتمرن على العبادات الأخرى كقيام الليل. يحاول الإنسان مثلا يأخذ عند يدير له نصيب من قيام الليل ولو ركعتين في هذا الشهر أو في هذه الأيام المتبقية، يعني الإنسان يصلي ولو ما تيسر له حتى يعتاد على قيام الليل. كذلك أن يعتاد على قراءة القرآن والإكثار منه، خاصة بالتدبر والتأمل، لأن هذا من أعظم مميزات رمضان هو القرآن. وكان السلف يخصصون شعبان للقرآن ومراجعة القرآن وحفظ القرآن ومطالعته استعدادا لرمضان.
كذلك التدرب على الصدقة، لأن التهية تحتاج إلى تدريب، وأن تمرن النفس عليها وتجاهدها عليها حتى تكون مطواعة في الصدقة وفي البذل والعطاء، باش ملي يجي رمضان تكون أجود الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. ثم أيضا ترويض الحواس، تترويض الحواس ديالك وكتدربها كلها على الطاعة والعبادة، ماشي غير الصيام والقرآن، حتى الحواس ديالك تحاول ما أمكن تدربها على الطاعة والعبادة. غض البصر، يعني كذلك تنزه سمعك عن الحرام، تشغل بدنك بالطاعة وبالعبادة، تشغل لسانك بذكر الله، هذه كلها تحتاج إلى ترويض وتدريب قبل رمضان، باش ملي يجي رمضان كتلقاك مدرب معتاد على الطاعة والعبادة، الجوارح ديالك كلها تطيعك وتطاوعك في طاعة الله وفي العبادة، ماشي تيدخل رمضان عاد كتبقى دابز مع نفسك، كتبقى تقاتل معها باش تستقم لك في رمضان، باش تقرأ القرآن، باش تنوض، باش تذكر الله، وباش تغض البصر، وباش لا. فكما قلنا باش تكون مستثمر لرمضان خص يدخل رمضان وانت في أتم التهيؤ والاستعداد. وقف، تنتظر يعني كما قلنا الأمر من الله سبحانه وتعالى، تنتظر ما يأمرك الله به من العبادات ومن الطاعات حتى تقبل عليها بتهيؤ كامل. الأمر الخامس ربما يكون الرابع، وهو قطع الشواغل. قطع الشواغل، الإنسان يحاول ما أمكن يقطع الشواغل اللي غادي تشغلوه في رمضان. وهذه الشواغل أولا العلائق اللي كسمها ابن القيم كثيرة، منها هذه الوسائل التي اعتدنا عليها حتى أصبحت يعني لا تفارقنا بالليل وبالنهار، يلقى الإنسان حتى في المسجد خصو يشوف التليفون، وخصو يطلع التليفون ويطلع الواتساب ويطلع الفيسبوك ويطلع سميتو، خصو يعرف ديما يبقى ديما على تواصل، كأن هذا الأمر أصبح شيئا يتنفسه الإنسان، كاين اللي كيحل عينيه على التليفون، آخر شيء هو التليفون، وأول شيء يبدأ به من اللي تيستيقظ هو التليفون. كذلك الشواغل اللي هي شواغلك مع الناس، يعني العلاقات والارتباطات والمعاملات، ماشي بمعنى أن الإنسان ما يكونش عنده شيء عمل ولا، ولكن يحاول ما أمكن يقلل هذه الشواغل التي يمكن أن تشغله عن الاستفادة والانتفاع برمضان، يحاول ما أمكن ينقصها ويتخلص منها قبل رمضان. ويسوي كذلك يعني العلاقات، هذه العلاقات باش تكون الشواغل قليلة خصو يسوي العلاقات في البيت مع الإخوة، مع الشركاء، مع الذين يتعلق بهم في الوظائف، ما تبقاش ديك الأمور اللي غادي تبقى شاطناه في الدهن ديالو، مثل خصومة ولا قطيعة ولا شجار ولا كاع هاد المسائل كلها، يحاول الإنسان ما أمكن يتخلص منها قبل رمضان، باش يجي رمضان وهو مهيأ ومرتاح البال ومطمئن البال، باش ما يبقاش منشغل ومنزعج من خلال هاد الشواغل حتى ينتفع برمضان. وإلا يدخل رمضان الإنسان باقي مشغول، خصم مع هذا، نضر مع هذا، وهذا تيتسالو، ولا هذا خايف يدير ليه، ولا هذا دار ليه، ولا هذا تيتربص به، ولا يعني غادي يولي الإنسان ما عقله ما كاين في رمضان ولا في الصيام ولا، هو كيجوع كما قلنا وصافي، ولكن مرفوع. فهذه العلاقات وهذه الشواغل ينبغي للعاقل أن يتخلص منها أو أن يقللها ما أمكن قبل رمضان، باش يستفد من رمضان إن شاء الله عز وجل، ينتفع برمضان ويستثمره أكثر. الأمر السادس هو الدعاء، الإكثار من الدعاء خاصة في هذه الأيام، أن نتوسل إلى الله وأن نلجأ إلى الله، أن يبلغنا هذا الشهر في صحة وفي عافية، وأن يبارك لنا فيه، وأن يسلمنا لنا رمضان، وأن يتسلم منا رمضان، وأن يعيننا على على صيامه وعلى قيامه، لأن هذا ينبغي أن يكون قبل رمضان. كثرة الدعاء
واللهج بالدعاء في الصلاة وخارج الصلاة في الصباح في المساء يكثر الإنسان من الدعاء، لأن هذا من أعظم ما نستعد به لرمضان، والدعاء هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. والدعاء كما تعلمون جاء في أش؟ فين جاء الدعاء؟ في آيات الصيام، جاء في السياق ديال آيات الصيام، في وسط آيات الصيام فجاء الدعاء، باش نعرفوا بأن راه العلاقة ما بين الدعاء وبين الصيام علاقة مكينة ووثيقة وشديدة جدا بين الصيام والدعاء، كما بين الصيام والقرآن. فلذلك من يعني أسس الصيام الدعاء، ومن ركائز الصيام الدعاء، تحرص على الدعاء دائما وأبدا. أمر آخر حتى لا أطيل عليكم، وهو أمر مهم جدا، وهو أن تعزم على تغيير في رمضان، أن تغير نفسك في رمضان. وهذه النقطة ربما تكون شاملة لما سبق، أن تكون عازما وعاقدا النية على أن رمضان هو الفرصة لك لتتغير، تغير نفسك. وهذه مسألة مهمة جدا في كل الأعمال التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال العبادات والأعمال اللي شرعها الله سبحانه وتعالى شرعها من أجل أن نغير أنفسنا، حتى نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التوحيد العقيدة لتغيير النفوس، الصلاة لتغيير النفوس، الزكاة لتغيير النفوس، الحج لتغيير النفوس، العمرة لتغيير النفوس، وهكذا الصيام لتغيير النفوس. ما معنى التغيير؟ تزكية النفوس وتطهيرها وتربيتها. فالصيام راه فرصة عظيمة لمن أراد أن يغير نفسه، تغيير الكامل، لأنه كما قلت في مطلع الحديث مدرسة متكاملة، يعني مدرسة فيها كل شيء. إذا استغل العبد هذه المدرسة فسيخرج منها إن شاء الله بتغيير كامل لنفسه، يعني غادي يدير واحد ها اش كيقولوا تصفية ولا تغيير كامل، فورمات يعني اللي كيقولوا، يعني غادي يغير النفس ديالو تغيير كامل، بحيث تكون إن شاء الله تبارك وتعالى على الطريقة وعلى الصورة التي ترضي الله عز وجل. ومن خصوصية رمضان في التغيير أنه يتضمن برمجة كاملة للنفس، وهذا من المسائل المعروفة عند علماء التربية وعلماء النفس، أن باش يكون واحد النوع ديال تغيير في السلوك ستكون واحد البرمجة، يعني تبرمج الشخص أو يعني الطرف الذي نريد أن نغير سلوكه لابد من برمجته على هذا السلوك، خصو يتبرمج على هذا السلوك. ما معنى البرمجة؟ يعني خصو تكرار السلوك حتى يكون عادة عنده، تيولي عادة بالبرمجة، يعني تتبرمج هذاك السلوك في الذهنية ديالو ولا في العقلية ديالو، على حسب هذه الفكرة ديال علماء التربية. وتيقولوا بأنه مثلا السلوك باش يكون مبرمج في النفس ستعود هذا السلوك يتعود يتكرر بصفة متتابعة من 6 إلى 21 مرة، هناك من يقول 6 إلى من يقول يعني 21 مرة ولا أكثر، لا بد يتعود هذا السلوك. وهذا هو المعتمد في جميع التغيير ديال السلوك، سواء سلوك الإنسان ولا سلوك الحيوان، حتى الحيوان كيديروا معاه هذه الطريقة، ما يسمى بالسلوك الانعكاسي ولا أو شرطي، يعني تتعاود واحد الحاجة وتيبقوا يعاودوها ليه حتى تولي مسألة عادية جدا، تتبرمج على هذاك السلوك دون أن يشعر. ورمضان في هذه القضية، لأنه تولي الإنسان بالصيام لمدة متتابعة هي شهر كامل مبرمج على كثير من السلوكيات التي هي سلوكيات إيجابية،
يحبها الله سبحانه وتعالى، صيام، قيام، طاعة، عبادة، يعني الإنسان يحترز من أن يفعل شيئا، يعني كيولي كيعتاد الإنسان، كتولي النفس مبرمجة على كثير من المسائل. هذا باختصار. أيضا من خصائص رمضان في التغيير أنه يعلم الإنسان اتخاذ القرار، ويجعل عنده هذه الصفة اللي هي اتخاذ القرار، وهي من أعظم الشروط في التغيير. باش الإنسان يدير تغيير لابد يكون عنده قرار، يتخذ قرارا، وهذا يصعب على كثير من الناس باش يتخذ القرار في واحد المسألة. تيبغي يدير واحد الحاجة، عنده رغبة في مجموعة من الأمور أن يفعلها أو أن يتركها، مثلا أعمال سيئة، تدخين، غيبة، النميمة، مشاهدة المحرمات، إلى غير ذلك من السلوكيات المنحرفة. تتلقى الإنسان عنده رغبة باش يتخلص منها، ولكن ما عندوش ذاك القرار، اتخاذ القرار، يعني الشجاعة في اتخاذ القرار ما عندوش. ماذا يسمي الشرع هذا؟ يعني الإرادة والعزيمة القوية، تكون عنده إرادة وعزيمة قوية. والصيام رمضان بالخصوص يتعلم المسلم هذا الأمر، ويصبح أمرا متاحا له، يعني تولي في يديه باش يعرف كيفاش يتخذ القرار. علاش؟ لأن تولي الإنسان يعني يستطيع أن يترك الشيء وهو أمامه، يترك الطعام والشراب، ويترك ما أحل الله له من يعني المباح من الشهوات دون أن يراه أحد. يعني تولي عنده هذا القرار، وخا هو جائع أو عطشان ما يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب، يعني عنده قرار بأنه خصو يبقى على الصيام مثلا، أو أن لا يفعل كذا وكذا حتى يأذن له ربه. إذن هذا أمر مهم جدا في الصيام، يقوي الإرادة والعزيمة عند العبد. الأمر الخصيصة أو الخصوصية الثالثة في الصيام التي تعين على التغيير هي قضية الإنجاز، إنجاز العمل. كثير من الناس يكون عنده أيضا قرار، ولكن تلقى عنده هذا الحاجز ديال أنه لا يستطيع، أو قد لا يستطيع كيحط هذا الحاجز. ممكن يتخذ القرار ولكن عنده واحد الحاجز أمام عينيه، حاجب يمنعه من القيام، لأنه يقول لا أستطيع أن أفعل كذا. مثلا تلقى شخص مبتلى بالدخان، مثلا شرب الدخان، يقول لك ما يمكنش كذا، وراه كذا صعيب وهذا. فيأتي الصيام ليعلم الإنسان وليربيه على أنه يستطيع أن يتخلى ليس عن الحرام بل عن الحلال. يترك الإنسان الحلال مدة شهر كامل، فكلف لا يستطيع أن يترك الحرام. يعني إنسان ممكن يترك هذا. ولذلك الكثير ممن يكون صادقا في نيته وفي قراره بحمد الله يتخلص من مثلا أصحاب الدخان، مثلا كثير منهم يتخلص من ذلك، من هذه الآفة في شهر رمضان، لأنه يعني تحس بهذا الإنجاز هذا، لأنه راه قاد باش يتخلص منه واحد المدة، متى يوقع له والو تعرف بأنه راه هذيك غير أوهام معششة في ذهني. وهكذا قس على ذلك كثير من السلوكيات السلبية، بحال الزنا، بحال النظر إلى المحرم، بحال شرب المحرمات كما قلت. إذن فرمضان يعلم الإنسان أنه يستطيع أن يصوم شهر كامل، يستطيع أن يقوم الليل، يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يختمه في شهر. لأنه كاين شحال من واحد يقول لك ما عنديش الوقت، تقول لي قيام ليل، تيقول لك صعيب العمل والتعب وكذا، وتبقى يعتذر الإنسان بأوهام واهية، أوهام واهية قد عششت وسكنت في ذاكرتي وفي قلبي، وهذا كله من الشيطان. فينبغي الإنسان أن يعني ينتزع وأن ينفض هذه الأوهام عن نفسه، خاصة في رمضان، فيغير من نفسه. أيضا من المسائل قضية الوقت، أن الإنسان يقول لا أجد الوقت، كما قلنا لا يجد الوقت للصيام، ولا يجد الوقت لقراءة القرآن، ولا يجد الوقت لحفظ كتاب الله، ولا يجد الوقت مثلا لفعل كذا. فيأتي الصيام ليعلمنا أن الإنسان عنده الوقت الكافي لكل ذلك،
تستطيع أن تعمل هذه الأعمال رغم أنك أنت موظف ولا خدام ولا كذا ولا عندك الوليدات ولا عندك شغل ولا عندك كذا، تستطيع بإرادتك وبتوفيق الله عز وجل أولا وآخرا أن تقوم بهذه الأعمال. إذن الشاهد في هذه النقطة حتى لا نكثر أن رمضان هو فرصة للتغيير، ورمضان مناسبة ليغير الإنسان نفسه، والتغيير بطبيعة الحال راه من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير، هو الذي يغير النفوس، لكن لابد أن نأخذ نحن بالأسباب، أن نعمل أن الأسباب وضعها الله في أيدينا، أعطانا القدرة وأعطانا الإرادة، فينبغي أن نبادر نحن بالتغيير. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، لابد أن تقوم أنت، أن تسير إلى الله وهو سيوفقك إن شاء الله وسيعينك وسيسددك وسيأخذ بيدك، لكن ستكون صادق في الإقبال على الله عز وجل وسوف يوفقك الله عز وجل لا محالة، ولن يخيب الله من سعى إليه ومن لجأ إليه سبحانه وتعالى. فهذا باختصار يعني نصائح وتوجيهات ذكرت بها نفسي وإخواني الفضلاء، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعد ويتهيأ لهذا الضيف العزيز اللي هو هذا الشهر المبارك الذي سينزل بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان في صحة وعافية، وأن يبارك لنا فيه، أن يبارك لنا فيه، وأن يسلمه لنا وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين مرات عديدة وأعواما مديدة، وأن يجعله إن شاء الله تبارك وتعالى شهر خير وبركة وفرج إن شاء الله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إنتاج المسلم الأمازيغي. لا تنسوا الاشتراك في قناة المسلم الأمازيغي والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.